السلام عليكم. الفيديوز اللي فاتت كنا اتكلمنا على الستريس اناليسز. طول الفتره اللي فاتت دي كنا بنتكلم عن الستريس اناليسز، وبدانا من اخر فيديو بدانا نتكلم على الانديترمينت بيمز، تمام. واشتغلنا مساله كده، كانت عباره عن مساله فيها تو في عندنا اتنين فيكسد من ناحيتين، او في اتنين بليتس وما بينهم بيمز، تمام، وبيتشد. واشتغلنا المسألة دي في الفيديو اللي فات. الفيديو ده عندنا مسألة تانية، في عندنا بيم، البيم ده في sudden change في الاريا، في cross section area بتاعته، وبس البيم ده متثبت من الناحية دي hinged والناحية الشمال hinged، وعندنا المسافات بتاعته. المسافة دي 30 انش، والمسافة دي 40 انش، وعندنا الاريا بتاعت ده تساوي 3، والاريا انش سكوير، اريا ايكوال 4 انش سكوير. وبيقول لك عندك هنا في فورس ديستريبيوتد لود في الاتجاه ده قيمته 6000 بير يونت لينث. بيقول لك ان الماتيريال بتاع ده ستيل وده الومنيوم، تمام. وبيقول لك ان في ستريس كونسنتريشن فاكتور ايكوال 1.4. ايه المطلوب عندنا في المسألة دي؟ المطلوب عندنا في المسألة دي بيقول لك تشيك الاريا، تشيك whether or not the selected cross section area are acceptable or خلاص هنكسر، تمام. في حاجة تانية بتأثر، انت عندك هي دي الفورسز اللي هو مديهالك. طيب المشكلة عندنا في المسألة دي ان انت عندك الناحيتين دول فيهم ايه؟ عندك هنج هنجد وهنجد، فانت عندك في عندك رياكشن هنا وفي رياكشن هنا، انت مش عارف، جميل. ف هنرسم الرسمة بتاعتنا تاني، هنرسم الرسمة دي تاني. ادي البيم بتاعك اهو، تمام. عندك هنا رياكشن، عندك في فورس ديستريبيوتد لود رايح في الاتجاه ده قيمته 6000 بير يونت لينث. هنفرض ان عندك هنا R1 والرياكشن هنا R2، جميل. طيب اول حاجه محتاجين احنا عشان نعرف نعمل التشيك ده، لازم نعرف الفورس اللي بتاثر هنا عشان نبدا نعمل التشيك، نجيب الاستريس والكلام ده. فاحنا قلنا في الحاله دي بنشتغل بطريقتين، بنشتغل بتو ايكويشنز. احنا محتاجين تو ايكويشنز عشان عندنا تو انونز. تو ايكويشنز ايه هما؟ اول ايكويشن اللي هي سميشن فورس في اتجاه الاكس تساوي زيرو بتاعه الاكوليبريم، والايكويشن الثانيه اللي هي بتاعه الكومباتيبلتي. يبقى اول ايكويشن سميشن فورسز ان اكس دايركشن ايكوال زيرو، وادي البوزيتيف. يبقى انت عندك ماينس ار، ماينس ار 1 احنا قلنا في الاتجاه ده كده، يبقى دي بلس ار 1 ناقص 6000. 6000 دي في الديستانس بتاعتك اللي هي كام؟ 30. الكلام ده زائد ار 2 بيساوي ايه؟ 0. دي هي ايكويشن نمبر 1 بالنسبه لنا، تمام. طيب الكومباتيبلتي انت هتقول لي ايه؟ انت عندك النقطتين دول ايه؟ الحته دي متثبته هنا متثبته من هنا، فانت مهما هتعمل فورس هنا متثبته، يبقى الديستريبيوشن او الديسبيسمنت هيساوي ايه؟ الديسبيسمنت بتاع الستيل والالومنيوم ده هيساوي زيرو، تمام. طيب يبقى الكومباتيبلتي بتاعتك فروم كومباتيبلتي فروم كومباتيبلتي انت هتقول ان دلتا ستيل بلس دلتا الومنيوم ايكوال زيرو، هي دي الايكويشن التانية بتاعتك.
طيب عايزين نجيب دلتا ستيل ودلتا الومنيوم. الدلتا ستيل اول حاجه ده الستيل اهو، الستيل فيه ديستريبيوتد لود، هو كونستنت فورس كونستنت اريا، الفورس بتاثر عليك اور وان. نرسم هنا بس الثراست دايجرام بتاعنا، الثراست دايجرام بتاعنا اهو، ثراست فورس دايجرام. احنا قلنا اتفقنا ان ده البوزيتيف اهو، تمام. يبقى انت عندك هنا، عندك هنا الثراست، عندك هنا ماينس ار، ماينس ار 1، ماينس ار 1، تمام. بعد كده ثابت لغايه ما هنيجي عند النقطه دي، في عندك ديستريبيوتد لود في الاتجاه البوزيتيف، يبقى هنطلع لفوق لغايه ما هيجي هنا مين اللي هيقفلنا؟ ار 2. يبقى قيمه الفورس هنا ايه؟ ار 2، تمام. طيب نبدا نكتب بس الايكويشن بتاعت الثراست. انت عندك الثراست اوف اكس او الفورس اوف اكس في الحته دي، لو احنا بدانا الاكس بتاعتنا من هنا، الاكس هنا طبعا لغايه هنا 30، والحته دي 30، والحته دي 40، تمام. يبقى الفورس اوف اكس بتساوي ماينس ار 1 من كام لكام؟ من اكس بزيرو لغايه اكس ب 30، والاف اوف اكس بتساوي ماينس ار 1 زائد 6000 في كام؟ في اكس، في اكس، واطرح منها المسافه دي، لان انت عندك هنا بيأثر الثراست في النقطه دي، اكس ناقص 40، والكلام ده من اكس بكام لكام؟ من اكس ب 30 لغايه 40، سوري، من 30 لغايه، عندنا المسافه دي 40 والمسافه دي 30، تمام. يبقى عندنا هنا من 0 لغايه 40، وعندك هنا ماينس ار في زائد 6000 في اكس ناقص المسافه اللي هي 40، والمسافة دي من 40 لغاية 70، جميل. طيب الدلتا ستيل، دلتا ستيل دي هتساوي ايه؟ احنا دي كونستنت فورس كونستنت اري، هتقول ان هي بتساوي اف في ال على اف الاي، اف بكام؟ بماينس ار 1 في ال، ال عندك ب 40، على اي في الاريا، الاي بكام بتاعت الستيل؟ 29 في 10 اس 6 في الاريا بتاعتك اللي هي ب 3. طيب ده الدلتا ستيل خلاص، خلصان، خلصت كده. دلتا الومنيوم، دلتا الومنيوم مشكلتها ان انت عندك فيه ديستريبيوتد لود في النقطه دي، الديستريبيوتد لود اللي بيقص اللي عند النقطه دي اللي على الكلام ده، لازم طالما في عندك ديستريبيوتد لود يبقى انت هتعمل انتجريشن، تمام. طيب يبقى الدلتا الومنيوم بتساوي انتجريشن بتاعك، احنا مش عايزين نعمله فانكشن في اكس، احنا عايزين نطلع القيمه على طول. يبقى اعمله انتجريشن من كام لكام؟ من 40 لغايه 70، لمين؟ اللي بقى الايكويشن بتاعتك اف اللي هي دي ماينس ار 1 زائد 6000 اكس ناقص 6000 في 40، 6000 ب 40، في 40 بكام؟ 6 في 4 ب 24، يبقى 240000 على الاي اللي هي بتاعت الالومنيوم 10.5 تايمز 10 باور 6 في الاريا بتاعت الالومنيوم ب 4، ده كله مضروب في مين؟ في الدي اكس، تمام. نبدا نعمل الانتجريشن بتاعنا، هنعمل الانتجريشن بتاعنا، هيبقى انت عندك ار 1 في اكس زائد 6000 في اكس سكوير على 2 ناقص زائد 6000 في اكس تربيع على 2 ناقص 24 240000 اكس، جميل، ومفيش كونستنت. طيب يبقى انت عندك الدلتا الالومنيوم هتساوي ماينس ار 1 اكس بلس 3000 اكس سكوير ماينس 240000 اكس اوفر 10.5 تايمز 10.6 باور 6 تايمز 4، الكلام ده من كام لكام؟ 4270. يبقى الدلتا الاولى، عوض كده الدلتا الومنيوم بتاعتك هتساوي، عوض مرة ب 70 ومرة ب 40، يبقى انت عندك ماينس ار 1 في 70 زائد 3000 في 70 تربيع ناقص 240000 في 70، الكلام ده مقسوم على 10.5 في 10.6 في 4، الكلام ده نطرح منه ماينس ار 1 تايمز 40 ماينس 240000 تايمز 40 بلس 3000 40 سكوير
over 10.5 times 10 power 6 times 4. طيب من الاثنين دول بقى، انت قلت من from equation 2 احنا قلنا ان الدلتا ستيل بتساوي زائد دلتا الومنيوم بيساوي زيرو. نعوض بقى هنا، حط بقى الدلتا ستيل والدلتا الومنيوم، عوض بالارقام وظبط الدنيا، هتطلع معاك، هتبقى معاك minus 4.5977 times 10 power negative 6 7 r1 plus r1 minus 30 plus 240,000 minus 30 plus 3,000 times 70 square minus 40 square over 10.5 times 10 power 6 times 4 equals 0. من هنا بقى الايكويشن دي كلها بقت في r1، نطلع r1 طلع R1 من هنا تطلع 54755.244 باوند. نرجع نطلع R2. تمام، نرجع نطلع R2 R2 هتطلع 125,244.756 باوند. احنا طلعنا R1 طلعت ب 54755.244 باوند. طيب احنا دلوقتي خلاص ظبطنا المسألة بتاعتنا كده، انت طلعت الرياكشن، طلعت الرياكشن اللي موجود على ده، عندك هنا في distributed دود في الاتجاه ده، ده هو 6000 per unit length، وعندك هنا في R1 في الاتجاه ده قيمته 54000 755، وعندنا هنا R2 قيمته 125,244.7 باوند. جميل. طيب دلوقتي انت عندك ده ستيل وده الومنيوم، لما هتيجي تعمل الديزاين بتاعك انت اول حاجه الاستريس، سيجما ستيل، سيجما ستيل هتساوي ايه؟ سيجما ستيل هتساوي الرقم ده، ما هو كده كده كونستنت، هتساوي الرقم ده 5475 على الاريا بتاعتك، الاريا بتاعتك اللي هي بتلاتة. طيب والسيجما الالومنيوم، الستيل بتاع الفورس، الستريسز بتاعت الالومنيوم هتساوي ايه؟ انت عندك الماكسيمم ستريس عندك النقطة دي قيمتها كام؟ 54000، وعندك هنا 125000، يبقى اكيد الماكسيمم فين؟ موجود عند النقطة دي، الاريا ثابتة، يبقى انت عندك 125 244.7 على الاريا بتاعتك ب4. طلع الاستريس ده والاستريس ده، أربعة وخمسين سبعة سبعة خمسة سبعة خمسة خمسة على تلاتة يساوي 18251.667 بي اس اي، وعندك الناحية التانية 125.244.7 على 4 تساوي 31311.175 بي اس اي. هتيجي تعمل التشيك بتاعك،
تمام. التشيك بتاعك لما تيجي تشتغل على ده هتشغل مره للستيل ومره للالومنيوم، وهو بيقول لك للليمت لود تمام. يبقى انت عندك هتشتغل بالليمت لود، يبقى السيجما ييلد بتاعه الستيل ومره للالومنيوم، وتشتغل المساله بتاعتك. نرجع الفيديو رقم 3، في مساله حل مساله بالكامل للتشيكس اللي بنعملها. شكرا.